في حالة ترقب كبيرة للاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، وده هيكون الاجتماع الأخير في السنة اللي احنا فيها دي. طبعا حضراتكم عارفين الاجتماع دوت بيحسم حاجة أساسية، هل سعر الفايدة هيزيد ولا يتم تثبيته زي ما حصل في آخر اجتماع مثلا. طبعا ده بيترتب عليه الكثير من الأمور، على طول مسألة رفع الفايدة بتفرق في سعر الصرف، بتفرق في أسعار السلع، بتفرق في معدل التضخم، فالاجتماع ده أساسي، وكل اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الناس بتترقبه وبتبقى منتظرة تشوف إيه اللي هيحصل فيه، وبتبقى منتظرة تشوف التداعيات أو النتائج. الاجتماع اللي جاي ده هيكون يوم 21 ديسمبر، يعني يوم الخميس اللي جاي، هيحدد سعر الفايدة هيتثبت ولا هيرتفع. في بعض التقديرات بتقول هيتم تثبيت سعر الفايدة زي ما حصل في الاجتماع اللي فات، بعض التقديرات التانية بتقول لك لا، ممكن يرتفع سعر الفايدة على الإيداع والاقتراض والتفاصيل دي كلها. طيب ما ننساش برضو ان احنا واحنا بنتكلم على موضوع اجتماع لجنة السياسة النقدية برضو في تفصيلة مهمة، احنا اول السنة شهر واحد مفروض هو وقت استرداد الشهادات اللي كانت يعني البنوك الأساسية أعلنت عنها اللي كانت بفوائد عالية 20% وال25%، هيجي وقت استردادها، فهل هيكون في برضو شهادات بعائد مرتفع تاني ولا لأ؟ ولو في شهادات بعائد مرتفع هتبقى سنوية زي اللي اتعملت السنة اللي فاتت أو اللي احنا فيها دي ولا لأ؟ كل دي تساؤلات برضو هننقلها لضيفنا دلوقتي الدكتور وليد جبال الخبير الاقتصادي. مساء الخير دكتور، واهلا وسهلا بك في 90 دقيقة. اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. طيب اولا توقعاتك بتسير بانهي او تذهب بانهي اتجاه، تثبيت سعر الفايدة ولا يعني رفعها؟ هو كعنوان يعني اتوقع التثبيت ولكني اتمنى الرفع، يعني انا شايف لا محتاجة تفسير دي. يعني هو يعني لان فكرة استقرار أسعار الفايدة دي فكرة كويسة، والبنك المركزي سرع عليها ونجحت أسعار الفايدة الحالية بشكلها الحالي أن هي تمتص التضخم نسبيا، وابتدت وتيرة التضخم في مصر يعني كما أعلنت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن احنا سجل المعدل السنوي للتضخم نحو 34.6% في نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي. إذن أسعار الفائدة بشكلها الحالي نجحت في أن هي تدفع التضخم نحو التراجع، فهي المنطق يقول أن الأمر أن مستويات هذه الفائدة عند هذا المستوى مستوى ناجح، ولكن هناك متغيرين خارجيين. يعني أنا لما بنظر للسوق الأمريكية وإزاي أن الفيدرالي الأمريكي بيثبت الفايدة للمرة الثالثة على التوالي، وابتدت تظهر أصوات أن الفايدة الأمريكية هتبدأ تتراجع، بنقول أيضا أن التثبيت عندي في مصر هيكون كويس. لكن في المقابل أن دولة زي دولة مهمة زي تركيا ولها تأثير في قدرة الدول على جذب استثمارات أجانب في ديون الحكومية، تركيا في اجتماعها الأخير في نوفمبر رفعت معدل الفايدة 5 نقاط لتصل نسبة الفايدة فيها. أيوة بس الوضع في تركيا مختلف، والليرة التركية شهدت انخفاضات يعني تقترب من حاجة 90% من قيمتها، وعندهم هم أصلا الجدل الخاص بالسياسة النقدية واختلافها، ويعني في تفاصيل او في تداعيات مختلفه للموضوع. هي دي القضيه احنا في مصر محتاجين ايه؟ هل احنا محتاجين نجذب مال ساخن ونريد ان نتفوق على تركيا وغيرها من الاسواق الناشئه في جذب مال ساخن؟ في هذه الحاله يبقى هنذهب الى الرفع. اذا كنا بنكتفي باستهدافنا للتضخم فنسبه الفايده بمعدلاتها الحاليه. طيب حلو النقطه اللي احنا بنتكلم فيها دي، حضرتك شايف الاولويه مفترض تبقى ايه؟ جذب الاموال الساخنه او الهوت ماني اللي خرجت من مصر على مدار بدايه الازمات اللي حصلت في الازمه الاقتصاديه او في المشهد الاقتصادي العام، ولا مراعاه الظروف الداخليه وسعر الصرف وتاثيره على حياه الناس وقدره الناس الشرائيه في حياتهم اليوميه؟ اولويتنا مفروض تبقى ايه؟ أنا شايف أن الأولوية هي محاربة التضخم. إذا نجحنا في حرب التضخم هيكون هناك مزيد من الثقة في الاقتصاد المصري، وأن هيكون هناك أموال ساخنة هتصل إلى مصر، سعر الصرف هيتم تعزيزه. العمل على التضخم ده شيء مهم جدا، وده أنا عايز أكد بقى على المعلومة اللي حضرتك ذكرتها في المقدمة،
وهي اننا لازم نستعد بصوره كبيره جدا لان البنوك ستضخ نحو 500 مليار جنيه الى اصحاب الودائع. ده هيسبب لنا مشكله طبعا، لان انا مهم جدا ان لا تخرج هذه الاموال من السوق المصرفي، لان لو الناس اتردت اموالها وذهبت تشتري بيها بضائع او ذهب. طيب معنى كده ان البنوك المصريه هتطرح شهادات جديده عشان الاموال دي ما تخرجش من القطاع المصرفي، صح كده؟ مهم جدا، احنا بندعوهم الى ذلك، يعني انا شخصيا بدعوهم الى ذلك، على الاقل تجديد هذه الودائع واتاحه فرصه فايده قد ايه؟ 25% لعام اخر. فايدة مفروض تبقى قد ايه؟ 20% ولا 25% ولمدة سنة ولا أكتر؟ أتصور أن بالنسبة لأسعار التجزئة يمكن أن يكون هناك باقات متنوعة من الشهادات على الأقل في نفس المستوى، يعني على الأقل أتمنى وأدعو إلى تجديد أو إتاحة الفرصة لأصحاب ودائع 25% إن هم يجددوها العام آخر. بشكرك شكرا جزيلا دكتور وليد جبل الخبير الاقتصاد.